اهلا بكم من جديد. الخبر الان على عهدة سكاي نيوز عربية ان مجلس النواب الامريكي سيصوت على قرار يمنح اوباما مهلة شهر لوضع خطة بشأن اسلحة سوريا الكيميائية. ربنا معاهم بقى. دكتور غنيم، الدستور ولجنة الخمسين، اولا كيف تقيم تشكيل اللجنة؟ هل أنت مستريح؟ هناك رأي يقول أن نسبة الناصرين واليساريين في نسبة أكبر، كيف؟ والله أنا أعتقد أن في التمثيل فيها بشكل عام متوازن، وأن التيارات المختلفة سواء السياسية أو التي تمثل أحزاب أو فئات مختلفة، عمال وفلاحين ونقابات وخلافه، ماشي كويس يعني، في واخده قطاع عرضي كبير. طبعا رقم الخمسين له محدوديه، يعني في طبعا في له محدوديه، لكن دي واحده. الحاجه الثانيه ان هذه اللجنه معينه، يعني فبتحل الاشكاليه دي بان اتعملت لجنه غايه الاهميه، اللي هي اللجنه اللي هي بتقوم بعملية التواصل مع الناس واستقبال الآراء والنقاش وكده، يعني دي لجنة غاية الأهمية، اللي هي لجنة المقترحات. لجنة المقترحات فدي دي بقى بتحل إذا كان هناك قصور في تمثيل فئة أو مجموعة أو خلافه، أو هناك آراء بتنطرح. وأنا أتصور إن دي لجنة مهمة جدا، لازم تشتغل بدري، وبتشتغل بدري، وبتبقى لازم تدي يعني تبقى لها تدي المعلومات اللي بتجيلها بتصفيها وبتبعتها على اللجان الأخرى. طب لجنة المقاومات الأساسية، لو تشرح لنا ايه هي لجنة ايه هي المقاومات الأساسية؟ وفي هي جزئين، هي الدولة، يعني توصيف الدولة بشكل عام، يعني بنقول مصر هل هي جمهورية مثلا أو ملكية؟ هل هي نوع الدولة؟ هل هي مدنية أو فاشية مثلا؟ هل هي ديمقراطية أم غير ديمقراطية؟ هل تسمح بالتعددية؟ هل حقوق المواطنة وأن المواطنين جميعا على مسافة واحدة من القانون وكذا؟ يعني ده شكل. كمان بتحدد أمور عامة، يعني في فقرة بتقول مثلا إسلام دين الدولة، اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وفي حتى تختص مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، ودي عاوزة يعني ممكن حاجة من اتنين، يا إما نقول مصدر رئيسي للتشريع، أو إذا قلنا المصدر الرئيسي للتشريع في لازم إضافة، لأن هنقول إن في مصادر أخرى مثلا بقية مواد الدستور، يعني في حاجات مهمه جدا، مصدر وليس المصدر. ايوه انا بقول حضرتك هي مصدر رئيسي، لكن اذا كنا المصدر يبقى في حاجات تانية يعني ممكن تضاف لهذه الفقره، اللي هي باقي مواد الدستور، الاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها مصر خاصه فيما يختص حقوق الانسان مثلا، فيعني في مصادر اخرى، فيعني دي واحد. وبعدين ولغير المسلمين مثلا برضو الاحتكام للشرائع، يعني فيما يختص بالاحوال الشخصيه وشؤونهم الدينيه واختيار. بس الماده الثانيه دي يعني ماده اتفق عليها الجميع ولغم كبير في الدستور، راي حضرتك انها ممكن تكون قابله للتعديل؟ والله احنا لسه عندنا 219 وعندنا لا احنا بنتكلم على الثانيه ولا 219؟ لا على الثانيه دلوقتي. لا مبادئ الشريعه، المبادئ الكليه يعني لا تمشي، هتمشي، ويمكن بس اضافه مثلا ان في مصادر يعني اضافيه اضافيه ممكن. نيجي الماده 219 والتي يصدر حزب النور من البدايه خلافا بشانها، وكان هي دي الماده الاولى والوحيده في الدستور، وكان ما فيش حاجه في الدستور غير ماده ويسمونها ماده الهويه او ماده يعني احنا ماده الهويه بنقول ايه؟ عندنا بنقول إيه؟ الاسلام دين الدوله، مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، تمام حضرتك؟ في الماده 219 واحسن واحد اتكلم فيها وكتب فيها بحث قيم هو الدكتور سعد الدين هلالي، وهو ايضا في لجنة. فالفكرة كلها ايه؟ ان استخدام هذه المادة اولا
يقول ان مفيش اجتهاد منذ القرن الرابع الهجري. يعني دي واحد. نمرة اتنين بيفتح باب مجهول، لان كمان المصادر المعتبرة ايه هي بقى دي اللي هم اي حد معدي بقى بصراحة ماشي دي الحاجة، بالاضافة ان الفقهاء الاربعة يعني وفي كثير من المواضع الفقهية او المشاكل الفقهية كان في خلاف، فهتبقى مشكلة. لكن اذا حطينا في عقلنا يعني قضية ان المبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ماشي، بس هذا النص ليس للمشرع وليس للقاضي، دي واحدة دي مهمة جدا. قالوا يعني لما بيكتب نص في القانون ياخد باله انه ما يتناقضش مع المبادئ الاساسية للشريعة الاسلامية. يعني لو خدناها بهذا الفهم فهي يعني وان لغير المسلمين الحق في اللجوء الى شرائعها. طيب دي ما في مش مشكله، لكن ماده 219 حضرتك شايف انها كما جاء في التعديلات لجنه العشرة؟ لا لا، يعني اعتقد ان دي مش هتمشي، اعتقد طيب. مش هتمشي. في رايك مثلا الحاجات الاساسيه 50% عمال وفلاحين، وهذا ايضا جاء في التعديلات لجنه العشرة، حذفت يعني في لجنه العشرة. والله شوف حضرتك، تجربه ال 50% هي تجربه ليست بالحديثه، انا قعدت فتره طويله جدا. هل اثمرت في رايك؟ لكن لم تثبت جدواها، والممثلين بتوع العمال والفلاحين بشكل عام، في منهم ناس اشتغلت لكن بشكل عام لم يقوموا يعني بشكل واضح بالدفاع عن مصالح الفلاحين او العمال، استخدمت بالعكس مقاعدهم يعني في اشياء اخرى. في قلب حضرتك، فالعمال والفلاحين ممكن يقوموا بانشاء احزاب خاصه بهم، يعني ده ممكن، او ممكن ينضموا تحت لواء حزب او احزاب يعتقدوا انها تقوم بالدفاع عن مصالحهم والعمل على استيفاء حاجاتهم وخلافه، دي حاجه، ويساعدهم النقابات بتاعتهم وينزلوا الانتخابات. يعني ده 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 رايي انا الشخصي، يمكن دي تبقى فيها صعوبه. وكمان شايف ان ممكن يبقى فيه بعض الشعبويه، تعرف يعني من 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 بعض السياسيين، فيمكن ينتهي الامر، يمكن انا رايي ان هي يعني لا داعي له ان يتحط في حكم انتقالي، لكن انا مش متاكد، لسه ما تناقشناش في القصه دي. قبل يعني هترك الاجابه لبعد الفاصل، لكن في رايك ايه هي المواد اللي يكون عليها خلاف حاد؟ ربما هخرج فاصل وممكن نجاوب بعد الفاصل. اتفضلي. فاصل وبعد الفاصل نجيب على هذا السؤال، ما هي المواد التي يعتقد دكتور غنيم أنها قد تكون يعني عثرة أو يعني هتكون فيها خلافات، بعض الخلافات داخل لجنة الخمسين؟